اليوم المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى ولاية المدية تعطي التلقى الرسمي لحملة وطنية تحسيسية من خطر استعمال الألعاب النارية والمواد النارية وحتى المفرقعات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. النموذج من ابتدائية مولود بن فرحات على مستوى ولاية المدية، طبعا الفئة المستهدفة الأولى أساسية وهي فئة أطفال الصغار المتمدرسين وحتى الشباب المراهقين، لأنهم هم المعنيين أوائل باستعمال مثل هذه المواد، خاصة تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف الذي أصبح تقليدا في المجتمع بطريقة الاحتفال عن طريق استعمال المفرقعات والمواد النارية، وما ينجم على من جرعنا من إصابات بليغة وتشوهات، وحتى في بعض الحين في سنوات سابقة كان حالات وفيات. الشيء المهم والأساسي هو يعني الاستثمار في الوسط المدرسي مهم جدا بالنسبة للحماية المدنية، الذي كان منذ سنة 2004 خاصة فيما يخص التوعية والتحسيس من أخطار الحوادث اليومية.